بنحتاج 2.5 كوب حليب سائل، 6 صفار بيض، نصف كوب سكر، رشة ملح، و2 ملعقة كبيرة نشا. بالنسبة لكسر الشوكولاتة بنحتاج 2.5 كوب حليب سائل، 6 صفار بيض، نصف كوب سكر، رشة ملح، و2 ملعقة كبيرة نشا. وبنحتاج لشوكولاتة عشان يصير كستر شوكولاتة، فبنحتاج ل 150 جرام شوكولاتة. بنحتاج كمان 2 كوب بسكوت مطحون، وللتزيين بدنا نعمل الجوز المكرمل، يعني نصف كوب جوز، 3 ملاعق كبيرة زبدة، و3 ملاعق كبيرة سكر بني. بدنا نحط الحليب، تمام، وقبل ما يسخن كتير بدنا نحط الصفار مع السكر، تمام. هلا بنحرك الصفار مع السكر، نحركه منيح عشان لما ننزله ينزل كريمة. رح اخذ شوي من الحليب عشان لسه ما سخن. هاي اللي بسموها ايش ايمان؟ هاي الكاسترد. هلا عم بعمل عشان بحط النشا. شوي حليب او لسه ما سخن انت؟ لسه ما سخن. وبحط النشا بالمره عشان لما تحطي النشا مع البيض مع السكر وتحطيهم فوق الحليب وهو دافي، مش وهو سخن ولا وهو بارد. اذا كان بارد بكبتل، واذا كان سخن بكبتل. اوكي، فهيك نحن بندوبه نضمن انه يطلع كاسترد بشهي يعني. بعدين وهي فانيلا، وبعدين الحلو كمان انه، وهي شوي رشه ملح. الحلو انه هذا الكاسترد منزلي، وهاي الوصفه الحلو فيها بتنعمل كمان بالكاسترد الايش الجاهز، تمام. هلا بدنا نحركهم مع بعض ليصيروا كاسترد. هذا كاسترد الفانيلا هلا عندنا هون. هلا نحن خلص شو اسمه، خلص الكاسترد الفانيلا، وهي الكاسترد الشوكليت دقيمه على النار. اذا بتعمل سبيس بس بدي احط له الشوكليت. انت بتحبي هذه الفقره؟ بتحبي؟ تعال، هاي اسكى فقره. بنصير نقص نحط له ونحرك. يا عيني، يلا يلا يا ايمان، يلا. نحن بس المهم عشان درجه حرارته بارده هاي، وهذا سخن مش هيك. بالك طبعا نحط تدريجي. هلا ببلش شوي يبين انه يدوب. عم يدوبه سخن كثير، ببلش يتغير لونه. اي نوع ولا شيء؟ بالنسبه للشوكولاته بتحطوها، بتحبوها بتحبوها مثلا دارك شوكليت حطوها غامقه، بتحبوها ميلك اللي هي وسط بتحبوها. انت شو حاطه اليوم؟ انا حاطه دارك. هلا عملنا شوفي كيف صار الكراميل، زبده وسكر، بدنا نحط الجوز عليه بس. بالطريقه هاي، شيء سهل كثير، سكر وزبده وجوز بس. بحب القصص هاي طبعا. زاكي رح نعمل شيء شوكليت فانيلا، شيء بدنا نعمل تعتيف براحتك يعني، عرفتي كيف؟ عكس بعض. انا بدي اعمل لحالي. اعمل لحالك. بدي اعمل وحده سبيشل. عندنا كاسات ارزي كرمة، واحنا ونحن بنستاهل. وعندنا كاسات كثير. هذه مفتوحه هيك؟ بس بدنا نشد ايدنا. بس تشديش ايدك. ايوه، بتنزلي ايدك. نزلي 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 ايدك، بخاف على الكيس. اوكي، نزلي ايدك. ايوه، وتشديش كثير، بفرط الكيس بايدك. بالله بدنا شوي شوي نعمل. اي كيس اتعلم عليهم. حبيبي خلص، يلا كملي. كمل عادي. ايش بدك تحطي هلا؟ بدك تحطي بسكوت؟ هلا بنحط بسكوت. انا عملت ثلاثه هيك، بدي اعمل ثلاثه بتنتين بيض عشان انت اخذتي الابيض. بس لازم نجيب معلقه. يلا خذي هي، افتحي. يلا تمام. اي معالق؟ نحط معلقه صغيره احسن. اللي بدك اياه. اوبس، لا لا لا، مسخش سليمه. اوكي، بنحط طبقه بسكوت. هلا اي اللي بدك تبلشي اسود بدك تبلشي ابيض، انت حره صح؟ انت حره، بس انا بحب اعملهم عكس بعض عشان يعملوا جو على يعملوا جو بالحفله او يعني يعملوا لون على الطاوله.